كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. كنشوفوا انا كنامن بواحد الحاجه اللي كيطلع بالزربه بهاد الامور كيهبط بالزربه، ولكن الا كان عندك واحد الحاجه هادفه وعندك كتاثري الناس بامور اللي غادي تزيد بهم لقدام، هنا كتبقى عندك واحد لافالور وديما بنادم كيحترمك عليها، حيت اسهل حاجه تقدر توصل بها هي الفضيحه. سيرتو الناس العالم ديالنا حنايا كلشي كيموت على الفضيحه واتونسيون، ولكن الواحد اللي كيطلع دقه بدقه، حيت حنا كنقولوا شلوح حتى هو هذا الخير تضاي، فهمت؟ دونك دقه بدقه الواحد الا وصل لواحد البلاصه وصلها بالامور مزيانه وهادفه اكيد غادي يبقى فيها وغادي كيطلع معمر غادي يهبط. نفترض كاع انه وقف غيبقى في نفس النيفو ما غاديش يهبط، اما الفضيحه ما غاديش غتوصلك غيتفرجوا فيك الناس، ولكن ما بدون هدف بدون حتى حاجه ايجابيه، ديما غتكون سلبيه.